مرفوعة. امسكي. مش هنصور نزور ماما على طول؟ لا، حطلو عند امكن على طول انتو. ليش مو معك؟ بس بقى انت واختك حطلو عند امكن بس. وهيبة؟ هيبة لا، هيبة بضل معي. انت وايهم ضلوا عند امكن. يلا اهلين اخي ابو هيام، تفضل فوق. لا معلش معلش معلش، تفضلوا شرفوا. يلا هاي عندك حياة وعندك ايهام، اختك ميساء خانهم بدها اياه هون يعيشوا معها، انا ما عندي مانع خلي لها هون. وبالنسبه للنفقه كل راس شهر بتصلكم. السلام عليكم. واقف لله. شو هي نفقه ما نفقه حبيبي؟ هي النفقة اللي عم تحكي عليها بتصفى هون على شواربك الخط. احنا مالنا بعزتك، بعدين الصبايا لهم اخوال على كيف كيفك غيره. بابا وين بحبي تتغدي؟ وين ما بدك بابا. يلا تعالي. حضرتك تبعي ما عم لاقي. والله لا اشتري لك غيره تكرم عينك. ليكي ميساء، انت وولادك على فكره بقلبي وعيوني، وبتعيشي بهذا البيت معززه مكرمه. واذا ما كفاكي هذا الكتف قسما بالله اقطع لك هذا التاني بطعمك. انه الله يخلي لي. مين خالو؟ شو عم تسمع؟ عادي عادي معه روقيه. واطي الحقير كل زعمي انه انا جايب الاولاد لحتى يشوفوا امه لحتى احل الموضوع. العمه من وقت ما صارت القصه لا طلطل علينا ولا دردر ولا قال شبنا. العمه لك تقولي مو شايفنا. طول بالك طول بالك مأمون. والاحلى من هيك كمان قال اتصل انا فقتها لك يقبرني ربها للخليج. ايه اللي خليت هيك ناس مأنشحين يصيروا بني ادمي؟ شو بدك فيه هلا؟ انت روق صلي على النبي، بعدين خلينا نحكي كلمتين نظاف احسن من جريده وسخه. اللهم صل على سيدنا محمد. والله العظيم بربي على شوي كنت بدي اقول انه هالمره ما قصرت فيه، بيستاهل اكثر من هيك. واحد حقير ما عنده عاطفه ما عنده شيء، قسما بالله مجنون هذا مجنون. ايه اسلموا اسلموا. يعني عن جد انا مستغربه علقتك بهيك وحده مع اساس هربان من اللي عملته مرتك، بتقوم تعلق بهيك وحده؟ انا اسفه غياث. لا ماشي 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 يا حبيبي يا اخي، اذا بدك تتجوز هذا حقك، بس مو هيك، مو تعلق ببنات الشوارع. بعدين قلي لشوف، ليش عم تفرق بين هبة من جهة وبين أيها محياة من جهة تانية؟ هدنك بيحبوا أمون، فهمتي؟ اف، وشو هالتهمة الغريبة هاي؟ دخلك؟ وشو عقوبتها بالقانون استاذ غياث؟ هلا انت جاية تمقلس علي؟ شو ها؟ طيب
أنا بعرف كتير منيح إنك أنت متردد ومحتار وبدك حدا يحكي معك بالموضوع ويناقشك فيه لحتى ترتاح وتعرف تتخذ قرار. صح؟ صح مزبوط. معناته اسمعني لكان، ما في قانون بالدنيا بيعاقب ولد لأنه بحب أمه، يعني أمهم بتضل شو ما عملت تعمل. كيف أنت بتحب أمك فهن حقهم يحبوا أمهم كمان. لك هلأ عم تقارني وتشبيلي أمك لوحدة مثل هاي؟ لا عم شبه ولا شي، بس هاي أمهم غياس أمهم. تقلي فلتانة مو فلتانة، هن ما بفهموا هاد الشي. بعدين كيف وبأي حق بتعاقبهم على هيك شغلة؟ لا وشو بتكافئ هبة لأنه اتخذت موقف من أمها، وبجوز بعد شوي تكرهها كمان. تكرهها طبعا تكرهها، بنتي هاي هيبة بنتي من صلبي من لحمي ودمي. ليش حياته أيهم مو من لحمك ودمك كمان؟ والله ما بشي بضمن. شلون ضمنت إنه هبة من صلبك ولحمك ودمك؟ خلصنا بقى خلصنا.